لسه بنتابع مع حضراتكم دراما رمضان 2024. احنا عندنا السنه دي 10 مسلسلات من نوعيه مسلسلات ال 15 حلقه، والسؤال هو ليه قررت الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه الاستمرار في تجارب هذه النوعيه من المسلسلات؟ وخليني اقول لحضراتكم انه انتاج مسلسلات ال 15 حلقه ده بيخلق حاله من التنوع، وده اللي نادى بيه صناع الدراما طوال السنوات الماضيه. وخلينا نقول انه هذه الاعمال بتعطي نوعا من الثراء في الاعمال والدراما، ولهذا قررت الشركة المتحدة الاستمرار في تجارب هذه النوعية من الأعمال لإتاحة الفرصة لاكتشاف أكبر عدد من المبدعين وتقديم أكبر كم من الأفكار بإيقاع سريع وبدون ملل، طبعا ده حتى لا يقع المشاهد في فخ المد والتطويل. والحقيقة أنه تقرر عرض 5 مسلسلات في النصف الأول من شهر رمضان، ويستكمل أيضا عرض 5 مسلسلات في النصف الثاني، والبداية مع مسلسل عتبات البهجة لدكتور يحيى الفخراني، وعودة قوية لدراما رمضان بعد غياب عن دراما رمضان لمدة 3 سنين. طبعا هذا العمل مأخوذ عن روايات عتبة البهجة، عتبات البهجة للكاتب الكبير طبعا إبراهيم عبد المجيد، ومعالجة تلفزيونية لدكتور مدحت العدل، وبطولة عدد من الفنانين، عندنا جمانة مراد وصلاح عبد الله وصفاء الطوخي وهنادي مهنا وهشام إسماعيل، وطبعا إخراج الرائع مجدي أبو أميرة. من عتبات البهجة نروح لمسلسل سر إلهي والنجمة روجينا، وتألق وإبداع الحقيقة في أداء طبعا النجمة روجينا وكل الفنانين المشاركين في هذا العمل، واللي بتدور قصته أن سيدة مصرية بسيطة بتكون مسؤولة عن أسرتها بالكامل، وبتعمل دايما من أجل إخواتها ومن أجل جمع المال لمساعدة إخواتها وتوفير كل احتياجاتهم، لكن صدمت بعد ذلك بأن إخواتها يعني زي ما كده باعوها، وللأسف طبعا المال أفسد العلاقة بينها وبين إخواتها. وزي ما احنا عارفين انه هذا العمل بطولة النجمة روجينا واحمد مجدي ورنا رئيس ومي سليم ومحمد ثروت ونهى عابدين وايضا محمد الحديني وعدد كبير من الفنانين، وطبعا الفنان القدير احمد بدير وميمي جمال واحمد سلامة. من سر الهي نروح لمسلسل مسار اجباري، وحالة من الإبداع من الشباب في هذا العمل وكل المشاركين، سواء بنتكلم عن أحمد داش أو عصام عمر والفنانة طبعا صابرين والفنانة بسمة ورشدي الشامي اللي أبدع الحقيقة في دوره في هذا العمل. مسلسل مسار إجباري هو لجيل مختلف، والحين هما يعني خلينا نقول انه طبعا عصام عمر واحمد داش ليهم يعني قاعده جماهيريه، والجدير بالذكر انه الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه اعطتهم الفرصه للحصول على البطوله ومنافسه النجوم الكبار، طبعا ده ايمانا من الشركه المتحده باعطاء الفرص للمواهب الشابه واعطائهم مساحات وادوار كبيره طبعا في الاعمال. وهو مسلسل اجتماعي مع بعض طبعا التشويق، وايضا زي ما قلنا عدد كبير من الفنانين، وهذا المسلسل زي ما قلنا ليه جمهور وعدد كبير من الجمهور، قاعدة كبيرة من الشباب، والحقيقة أنه بعد كل حلقة بيتصدر الترند على كل منصات السوشيال ميديا، وهو إخراج طبعا المخرجة العظيمة نادين خان. نروح لمسلسل بابا جي والفنان الجميل أكرم حسني، وأيضا هذا العمل بيتصدر الترند دايما بعد كل حلقة، ومن أول حلقة أو من أول يوم في رمضان بعد الجملة اللي قالتها لافينيا نادر مش عايزة بابا. والمسلسل ده الحقيقة يعني في تفاعل وردود فعل كبيرة جدا مع هذا العمل، بطولة الفنان أكرم حسني بأدائه الكوميدي ويعني بشكل لايت كده وخفيف، لكن طبعا قصته مهمة هذا العمل. والفنانة كمان نسرين أمين والطفلة لافينيا نادر بيتكلم عن دور الأب في الأسرة وأثر غياب الأب، وقد إيه إنه الأبوة والأمومة مسؤولية كبيرة جدا ومهمة، ولازم إن احنا نتحمل هذه المسؤولية، وإنه مش مجرد إن احنا نوفر احتياجات أبنائنا من طلباتهم، سواء بنتكلم عن اللبس أو الشرب أو النادي أو التمارين، الاهتمام بيهم وقد إيه إنه لو في عقدة عند الطفل ممكن تستمر معاه لسنوات طويلة، وده اللي شفناه. يعني شفنا في الحلقة اللي كان فيها ضيف الشرف الفنان طبعا أحمد أمين وعدد كبير من الفنانين شاركوا كضيوف شرف، كمان الفنان محمود البزاوي والفنان كريم فهمي، وكل حلقة بتكون ليها قصة مختلفة، لكن في النهاية بيتكلم عن دور الأب في الأسرة، وهو مسلسل اجتماعي مش موجه للأطفال، موجه للأسرة بشكل كامل. المؤلف وائل حمدي والمخرج أيضا خالد مرعي. من كامل من بابا جيل كامل العدد بلاس 1 والنجمة دينا الشربيني
وحسن وحسين. طبعا المسلسل ده كان حقق نجاح كبير جدا في رمضان العام الماضي كامل العدد الجزء الاول، وطبعا معاه الفنان شريف سلامه، وايضا هذا العام نجاح ساحق ليه كامل العدد بلس 1. طبعا هو بطوله زي ما قلنا دينا الشربيني والفنان شريف سلامه، وبتدور احداثه في اطار اجتماعي لايت، ويعني المشاكل اللي بيقابلها أي زوجين الحقيقة، تحديات مشاكلهم مع أبنائهم، أبناء ليلى وأحمد، وكمان الطفل وحسن وحسين وشقاوتهم طول المسلسل. وطبعا استكمالا لما دار في أحداث الجزء الأول، وزي ما قلت لحضراتكم كان في نجاح الجزء الأول وأيضا في نجاح آخر في الجزء الثاني، وبطولة عدد من الفنانين، الفنانة القديرة إسعاد يونس اللي بتسعدنا طبعا بطلتها، والفنانة آية سماحة وجيهان الشماشرجي، والفنانة طبعا ميمي جمال، وأيضا الفنانة ألفت إمام اللي عادت لينا من خلال هذا العمل في العام الماضي، وكان في تألق طبعا في هذا العمل، والمخرج خالد الحلفاوي. طيب نروح للنصف الثاني من شهر رمضان، والمسلسلات اللي بتعرض في النصف الثاني نوعية ال 15 حلقة، أبرزهم طبعا مسلسل جودر الفنان ياسر جلال. وهذا المسلسل يعني واحد من الأعمال اللي ليها طابع خاص، وطبعا من الاعمال اللي كله منتظرها وحاله من الترقب لهذا العمل مسلسل جودر. طبعا الف ليله وليله باجواء زي ما قلنا ليها طابع خاص، يعني بتدور بين الواقع والخيال والحقيقه والسحر، واللي بتدخل بالمشاهد لعالم الف ليله وليله وحكايات شهرزاد التي لا تنتهي. لكن هذه المره جودر المصري، واللي حصل ليه وما جرى له طبعا من حوادث الايام وتصاريف الاقدار. طبعا هذا العمل بطوله الفنان ياسر جلال والفنانه نور والفنانه ياسمين رئيس وطارق عماد والفنان القدير احمد بدير، وايضا الفنانات ايتن عامر او الفنانتين ايتن عامر ووفاء عامر، وطبعا كمان عندنا الفنان عبد العزيز مخيون. هو تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري. من جودر نروح لفراولة، الفنانة النجمة نيلي كريم، واللي بتخوض تجربة مختلفة هذا العام، لكن مش أول مرة نشوف نيلي كريم في الكوميديا، شفناها قبل كده في مسلسل 100 وش في رمضان 2020. هذا العام أيضا يعني نفس التجربة الكوميديا، وطبعا كانت نجحت وتألقت في مسلسل 100 وش، وهذه المرة في مسلسل فراولة بتظهر نيلي كريم في دور فتاة اسمها فراولة، هي ابنة حارس عقار، ويعني خلينا نقول انها محترفة كده وشاطرة ولهلوبة زي ما بنقول، وفي قراءة الفنجان. هتواجه اكيد تحديات كتيرة جدا ومواقف كوميدية بطريقة مختلفة، وتتحول طبعا يعني شكل حياتها بشكل كبير لتصبح سيدة مجتمع. ازاي ده هيحصل؟ ازاي هتتحول من بنت حارس العقار لتكون سيدة مجتمع؟ ده اللي هنعرفه من خلال المسلسل اللي هيتم عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان، بطولة طبعا النجمة نيلي كريم وايضا الفنانة شيماء سيف وصدقي صخر، متألق جدا الحقيقة وبيؤدي ادواره يعني بشكل محترف صدقي صخر، وحقق نجاحات كتير خلال الفترة الأخيرة، كمان على رشدي وايضا دينا سامي. والمسلسل تأليف محمد سليمان عبد المالك واخراج محمد علي. من الأعمال المنتظرة الحقيقة وحالة من الترقب ليه مسلسل بدون سابق إنذار، النجم آسر ياسين وعائشة بن أحمد. من قبل ما يبدأ الحقيقة يعني عرض، من قبل ما تبدأ عرض مسلسلات دراما رمضان، وقت عرض البروموهات الخاصة بهذه الأعمال الكل متشوق يعرف قصة هذا المسلسل، لكن من خلال البرومو اللي قدرنا كلنا يعني نستشفه ونفهمه إن هم طبعا يعني زوجين عندهم مشاكل وتحديات كبيرة في حياتهم، والمشاكل أو المشكلات اللي بتحصل لهم بتدفعهم للتفكير في الانفصال أكتر من مرة. لكن ايه اللي هيحصل بعد ما يعرفوا بإصابة ابنهم بمرض خطير جدا، وده زي ما بنقول بيشقلب حياتهم يعني رأسا على عقب، وده اللي بيحصل في المسلسل. ايه اللي هيحصل بعد هذا الأمر؟ ده اللي هنعرفه طبعا بمجرد عرض هذا المسلسل، زي ما قلنا بطولة آسر ياسين وعائشة بن أحمد، وبيشاركهم أيضا أحمد خالد صالح وإسلام حافظ وجهاد حسام. وجهاد حسام أيضا يعني تألقت الفترة الأخيرة، سواء بنتكلم عن مسار إجباري وقبلها بين السطور والفنانة نهال عنبر وإخراج هاني خليفة.
مسلسل مليحة والكل يترقب هذا العمل اللي بيدعم القضية الفلسطينية، الفنان دياب، نجم دياب، وأيضا الفنانة الجميلة ميرفت أمين، زي ما قلت لحضراتكم بيدعم القضية الفلسطينية، وبتدور أحداثه حول قصة فتاة فلسطينية كانت بتعيش في ليبيا وبعدها تركت فلسطين مع جديها ووالديها بعد أحداث الانتفاضة سنة 2000، وبيروحوا ويسافروا لليبيا وبعدها بيحاولوا تاني ان هم يرجعوا بلدهم فلسطين، لكن بيمروا بالاراضي المصريه، واثناء مرورهم بالاراضي المصريه بتقابل يعني ضابط، وبتكون هناك مشكله خاصه بفقدانهم للاوراق الخاصه بهم بعد وفاه والدهم، ويعني بتنشا مشاعر بين هذه الشابه وايضا بين الضابط. ايه اللي هيحصل بالظبط؟ ده اللي هنعرفه زي ما قلنا، بطولة دياب وميرفت الفنانة طبعا القديرة ميرفت أمين، وحفظ الألقاب لهم جميعا، والفنان طبعا أشرف زكي، والفنانة الفلسطينية سيرين اللي بتظهر خلال هذا العمل، وطبعا أمير المصري. هذا العمل تأليف طبعا رشا عزت وإخراج المخرج الرائع عمرو عرفة. وأخيرا مسلسل بقينا اتنين، اخر مسلسل معانا واللي بيعرض فيه النصف الثاني من شهر رمضان، الفنان القدير طبعا شريف منير والفنانه رانيا يوسف. هذا العمل بتدور احداثه ايضا في اطار اجتماعي، ومن خلال البرومو وما تم يعني عرضه في البرومو ان هو ايضا يعني تاثير الانفصال على الزوجين او المنفصلين بعد الزواج، يعني المشاكل والتحديات اللي بيقابلوها في ظل وجود ابناء في مرحله الشباب، انعكاس الأمر نفسيا على كل أطراف الأسرة. ده اللي هنعرفه خلال المسلسل، وزي ما قلنا طبعا بطولة عدد كبير من الفنانين شريف منير ورانيا يوسف وعدد كبير منهم. وإيه اللي بيحصل بعد هذه الخلافات الزوجية اللي بتنتهي بالنهاية بالطلاق، وشكل الحياة بعد الانفصال والطلاق؟ ده اللي هنعرفه. الحقيقة أنا عايز أقول لحضراتكم على حاجة، إنه تابعنا السنة دي إنه في اهتمام كبير من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من خلال الدراما اللي بتعرض، إنه بيتم طرح المشكلات اللي بنقابلها في المجتمع مع وضع تصورات صحيحة وحل هذه المشكلات، وده طبعا المعتاد وهذا ما عهدناه من الشركة المتحدة. لكن هذا العام كل الأعمال في رسالة واضحة جدا، سواء بنتكلم عن بقينا اتنين، وكنا بنتكلم من شوية عن مسلسل بابا جي ودور الأب في الأسرة وغرس القيم المهمة، التماسك الأسري والحرص على هذا الأمر، وكمان غرس القيم المهمة زي المواطنة والانتماء. كل هذه القيم العليا اللي بتكون حريصة الشركة المتحدة على تقديمها، أو خلينا نقول أنه تكون خلال الأعمال الدرامية خلال دراما رمضان، لأنه الأعمال اللي بتعرض في دراما رمضان بتكون يعني الفرصة سانحة جدا لغرس هذه القيم. دي كانت أبرز الأعمال اللي بتعرض معانا في رمضان. بنتكلم عن المسلسلات 15 حلقة، 10 مسلسلات، خلاص أيام قليلة وتنتهي 5 مسلسلات، ويبدأ عرض 5 مسلسلات أخرى. شكرا لحضراتكم.